ومن بغداد ينضم إلينا الباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق. بداية أهلا ومرحبا بك سيد توفيق. إذن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن نجاح المحاكاة الخامسة لاقتراع تشرين، يعني الاستعدادات الجارية لانتخابات تشرين يعني تفصلنا أيام معدودة عنها، هل هي مطمئنة؟ مساء الخير على جنابك وعلى مشاهديكم الكرام، تحية حب وتقدير إلى قناتكم الكريمة. طبعا الإجراءات اللي خلتها المفوضية حقيقة إجراءات صارمة جدا، يعني أمام أي عملية تلاعب. أنا طبعا دا أتكلم لك من ناحية فنية، وهذا ما أثبته المحاكاة بعدة مراحلها حتى وصول المحاكاة الخامسة. المحاكاة الثانية كانت موجودين بها المراقبين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، وتفرجنا عليها وشفناها وكيف كانت أنه عمليتها دقيقة جدا. حقيقة الأمور تبشر بخير إن شاء الله، لكن هناك نقطة كلش مهمة يجب أن نذكرها. هذه الانتخابات في ظل مكننة إلكترونية هي إيجابية جدا ونتمنى لها كل التوفيق، لكن إذا توقفت المكننة فهناك أمر آخر حقيقة. يعني أيضا رئيس الجمهورية يعني تحدث عن إجراءات استثنائية لمنع عملية التزوير أو التلاعب بعملية الانتخابات. السؤال هنا يعني تحدث رئيس الجمهورية بأن هذه الإجراءات استثنائية، ما هو الاستثنائي في هذه الإجراءات؟ حقيقة الإجراءات هي استثنائية ولسبب كلش مهم. العمل الانتخابي هو عمل تراكمي، مثل ما ذكرت جنابك في تقريرك أنه هذه خامس عملية، أكيد هناك متراكمات من الأخطاء، من الملاحظات، من الخروقات، هذه كلها أخذتها المفوضية بعين الاعتبار، فجعلت الإجراءات وفق هذه التحديات، فأصبحت يعني الإجراءات جدا دقيقة حقيقة. احنا شفناها وإجراءات فنية أخذت بعين الاعتبار كل الأخطاء خلال الحقبة التاريخية من 2006 ولحد هذا اليوم. طيب الجميع أيضا هنا يؤكد على أهمية الدور الأممي يعني في مراقبة الانتخابات وحمايتها وحتى النتائج وناقلها الرقمي، ولكن السؤال أيضا هنا يعني ما هي هذه الإضافة التي سيقدمها يعني المراقبون الدوليون؟ حقيقة خلي أكون دقيق وياك. اليوم الرقابة الدولية سواء إذا كانت أممية أو من الاتحاد الأوروبي أو من منظمات المجتمع الدولي اللي حاضرة بالرقابة هذه، وأنا أتصور عددهم تقريبا 800 مراقب بهذا العدد، هذول راح يكونون موجودين ولسببين. أولا الرقابة الدولية تعطي شفافية عالية للعملية الانتخابية، وثانيا تعطي رسالة عالمية ومحلية على أنه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة، هذه من ناحية. لكن هل من الممكن أنه 800 مراقب هؤلاء يستطيعون تغطية 55,041 صندوق انتخابي؟ أكيد هذا الرقم مستحيل أو صعب جدا الوصول إلى بأي مراقبين كانوا. لكن اليوم هذه الرقابة الدولية يجب أن تكلل برقابة محلية، فهناك نوعيتين للرقابة نتمنى أن تكون دقيقة وتكون موجودة، هي رقابة المنظمات المجتمع المدني من ناحية، ومن ناحية أخرى رقابة وكلاء الكيان السياسي يكونون مدربين ومهيئين حتى نستطيع تكون العملية متكاملة. ناهيك عن نقطة كلش مهمة، قانون الانتخابات بالعراق وإجراءات المفوضية تسمح للناخب إذا ما شاهد خرقا في صندوقه الانتخابي أن يقدم شكوى، فهنا راح يصير عندنا رقابة رابعة هي رقابة الناخب نفسه. أيضا أمميا يعني المبعوثة الأممية جنين بليسخارد تؤكد بأنها أن اقتراع الأحد المقبل يعني يجب أن يكون مختلفا عن سابقاتها، برأيك يعني ما هو شكل الاختلاف الذي تتحدث عنه بليسخارد؟ الأمم المتحدة تعلم جيدا أنه لا توجد انتخابات ناجحة بدون التعاون المجتمعي معها، أي أنه ترفع نسبة المشاركة. رفع نسبة المشاركة هو حصانة للعملية الانتخابية. رادت الأمم المتحدة أن توصل رسالة، وكذلك رئيس الجمهورية راد يوصل رسالة أنه الإجراءات أصبحت معقدة أمام التلاعب، بقى دور المواطن حقيقة أنه يشارك ويختار الأفضل. وجوده في بقرب صندوق الانتخاب هذا راح يدعم العملية
كل يعني يكمل الصورة حقيقة، لأنه الإجراءات أصبحت رصينة وحصينة. الأمن الانتخابي، رئيس الوزراء تكلم عن 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 أنه هو راح يكون شخصيا مشرف على الأمن الانتخابي. رئيس الجمهورية حضر المحاكاة وأنطى رسالة اطمئنان إلى المواطنين أنه العملية الانتخابية سوف تكون برصانة عالية. الأمم المتحدة وفرت مراقبهم، بعثة الاتحاد الأوروبي، الجميع موجود. بقى دور الرئيسي واللاعب الأهم هو المواطن بمشاركته حتى تكمل الصورة. نعم، الباحث في الشأن الانتخابي دريد توفيق، شكرا جزيلا.